اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. هقرا وياكم جزء من انجيل معلمنا مرقص في اصحاح اثنين وهو بيحكي معجزه من معجزات السيد المسيح. بيقول جاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعه مفلوج يعني واحد مشلول ربنا يحفظكم. وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من الجمع كشفوا السقف حيث كان وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضجعا عليه. البيوت زمان كانت دور واحد والسقف كان بيبقى خشب فيشيلوا عرقين الخشب خلاص السقف يبقى مكشوف. وابتدوا من الزحمة مش عارفين يخشوا البيت. فجت لهم فكرة لطيفة أوي هم خمس أصحاب واحد فيهم مشلول والأربعة أصحابه شايلينه من حتة لحتة فقالوا طيب ما نطلع فوق السطح وننزله نزل المفلوج ده جابوا الحبال وربطوها كل واحد مسك طرف وابتدي ينزلوا المفلوج أمام المسيح اللي كان موجود في هذا البيت فلما رأى المسيح لما رأى يسوع إيمانهم قال المفلوج يا ابني مغفورة لك خطاياك يعني أول ما المفلوج نزل قدامه كده فقال له مغفورة لك خطاياك كان قوم من الكتبة ودي طائفة من طوائف اليهود هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف إيه الكلام اللي بيقوله الراجل ده إيه دي من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده طبعا مغفرة الخطايا مش بتبان على الإنسان يعني لو إنسان خاطي دلوقتي وتقال له مغفورة لخطاياك ما فيش حاجة هتبان عليه لأن الخطية مرض الروح والروح لا ترى للوقت شعر يسوع بروحي أنهم يفكرون هكذا في نفوسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم أيما أيسر أي يقال المفلوج مغفورة لك خطاياك أم يقال قم احمل سريرك وامشي وهنا النقطة المهمة أوي ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان اللي هو المسيح سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا فقال للمفلوج قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك فقام للوقت يعني في الحال وحمل السرير شوف واحد كان مشلول ابتدى يشيل سرير يشيل فرشته عشان تشوفوا مقدار الصحة اللي دبت فيه وخرج قدام الكل حيث بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط المفلوج ده كان عنده خطية أو خطايا واليهود زمان في الزمن ده يعني في بداية القرن الأول الميلادي كان عندهم ربط ما بين الخطية وما بين المرض فلان ده خطيته صغيرة يبقى مرضه صغير فلان ده مرضه كبير يبقى خطيته كبيرة المفهوم ده كان موجود طبعا ما كانش فيه طب ولا في أدوية ولا مستشفيات ولا أطباء فده الفكر اللي كان في ذهنه لكن المسيح عمل الاثنين شفى مرض الروح وهو الخطية وشفى مرض الجسد قال له قوم احمل سريرك وامشي أنا عايز أبتدي أتكلم وياكم فيما نسميه طلبات القداس الغريغوري السنة اللي فاتت كنت اتأملت وياكم في اجتماعات كتيرة على طلبات القداس الغريغوري اللي أولها بتقول نعم نسألك أيها المسيح إلى هنا ثبت أساس الكنيسة. والطلبات دهيت وصلنا فيها لرقم 22 طلبة. بتغطي كل حياة الإنسان. لكن لها تكملة جزء تاني في 14 طلبة. هنبتدي ناخد أول واحدة فيها اللي بيقول بنطلب من الله شفاء للمرضى. وده الجزء الثاني في هذه الطلبات. مجموعة الطلبات دول 36 طلبه. بيشكلوا صلاه شامله لكل نوعيات البشر في كل المواقف بتاعت حياتهم. فمثلا بنتكلم على الفقراء، بنتكلم على المرضى، بنتكلم على المتزوجين، بنتكلم على الشباب، بنتكلم على الصغيرين، نتكلم على الارامل، بنتكلم على الايتام، كل الفئات بتاعة قطاعات الشعب في 36 طلبه. وكل طلبه بنحاول ناخد فيها بعض التامل علشان نبقى فاهمينها وعايشينها. فاول طلبه في الجزء الثاني ده اللي هي شفاء للمرضى اللي انا قريت على اساسها الجزء بتاع شفاء المفلوك. زي ما احنا عارفين ان كان العهد القديم بيربط بين الخطيه والمرض هدي لك امثله المفلوج اللي بنتكلم عليه النهارده له اربعه اصدقاء يحملون صديقهم الذي لا يقوى عن الحركه ده قبل المسيح لما المسيح دخل في المشهد صار انسانا يحمل سريره امام الجميع ويمشي يعني في قبل المسيح وفي بعد المسيح. واحد تاني مريض بركة بيت حزدة اللي كان عنده 38 سنة مطروح على البركة. وما فيش حد راضي يمد ايده ويزقه زقه بس ينزل في الميه اللي بتشفي. لما جه المسيح وقابله شفاه وقال له قوم احمل سريرك ايضا وامشي 38 سنه. قبل المسيح ما حد بعد المسيح يعطيه هذه القوة المريضة التي كانت نازفة الدم وطبعا نزف الدم ده من الأمراض الصعبة أو يعني الأعراض الصعبة جدا الإنسان الدم فيه محدود فلما يبقى في إنسان أو إنسانة بهذه الصورة ومريضة كل السنين ويقول لنا الكتاب إيه أنفقت كل معيشتها على الأطباء. يعني بالبلدي كده مفيش فايدة. ففي الزحمة قالت في داخلها أنا لو قدرت أمسك أمس توب المسيح هاخد بركة. وقد كان له. مجرد لمست التوب. طبعا اللي كان عندها ناس في زمان تلمس أي حاجة مقدسة لما مست الثوب المسيح يقول لها إيمانك شفاك وتوقف النزيف بعد السنين الطويلة دي يمكن عبد قائد المئة اللي كان يعني ابنه تعبان هذا العبد يعني تعبان ومريض مش لاقي المساعدة لكن المسيح لما تدخل قال له طلب من المسيح قال له قل كلمة ليبرأ غلامي وبرق بالكلمة عايز أقول إيه عايز أقول إن حياة الإنسان لها أربع دوائر رئيسية كلنا كبشر أول دائرة اسمها دائرة المرض والصحة ربنا يديكم الصحة جميعا المرض والصحة دي دائرة كبيرة في حياة الإنسان تلاقي في أي مدينة في أي قرية في أي عاصمة تلاقي مستشفيات تلاقي عيادات تلاقي اطباء، وتلاقي ادوية، وتلاقي وتلاقي وتلاقي، الصحة والمرض. دي الدايرة الأولى. الدايرة الثانية دائرة العمل والرزق. يقول لك أنت بتعمل إيه؟ يقول لك أنا بجري على أكل عيشي. تعبير عن التعب، تعبير عن الاجتهاد. وده بيتعب وده بيتعب ودي بتتعب وده بتتعب، ده بيكون المجتمع كله. فكل إنسان فينا محتاج الآخر كل إنسان أي وظيفة أو أي عمل آخر أنا محتاجه يعني تصور كده لو ما فيش السواء اللي هينقل القمح من الغيط للمطحن خلاص مش هنعرف نعمل عيش خبز فكل إنسان محتاج الآخر كل إنسان ما فيش إنسان يقول أنا مش محتاج الآخر دائرة العمل والرزق الدائرة الثالثة الكبيرة في حياة الإنسان اللي هو الإنسان والشيطان. الشيطان يحارب الإنسان. يريد أن يسقطه. يريد أن يبعده عن المسيح. يبعده بأي صورة بقى. بأي شكل. مرة بالخطية. مرة بالأفكار الوحشة. مرة بالعلاقات الوحشة. مرة ينسيه ربنا إلى آخره. دي الدائرة الثالثة. الدائرة الرابعة الكبيرة في حياة الإنسان اللي هو الحياة والموت. الموت اللي هو اللغز اللي بيقف قدامه كل البشر ولا أحد يعلم عنه شيء والحياة وبنقرأ في زمن السيد المسيح كيف أقام أمواتًا أعطاهم الحياة فدائرة بنسميها دائرة الحياة والموت. وبرضو يعني الشيء بالشيء يذكر الشهر الثاني في السنة القبطية وشهر شهر بابا هنلاقي أحد الأربع الأربع أحاد بتوع الشهر كلهم بيتكلموا عن هذه الدوائر الأربعة دوائر حياة الإنسان المرض والصحة أو الصحة والمرض العمل والرزق الإنسان والشيطان الموت والحياة دي الأربع خطوط العريضة اللي في حياة أي إنسان في الدنيا سواء قبل كده أو بعد كده ولأننا بنتكلم عن شفاء للمرضى فبنشوف الكنيسة بتعلمنا يكون فيه إيه في الموضوع ده لأنه ده موضوع كبير أو في حياة الإنسان عندنا في الكنيسة جزئين كبار بنصليهم باستمرار طول السنة حاجة بنسميها سر مسحة المرضى والحاجة الثانية بنسميها أوشية المرضى أشرح باختصار معنى كل واحدة سر مسحة المرضى سر من الأسرار السبعة وزيت سر مسحة المرضى زيت مقدس بيتم تقديسه بالصلوات والقراءات والألحان والسر ده هو بيمارسه الكاهن مع الإنسان المريض برشم الزيت في اجزاء من الجسم غالبا بتبقى على الجبهه وعند الحنجره وعند الايدين اللي هم عند الفكر والقول والعمل والزيت ده بيبقى زيت مقدس ودائما نمارسه احنا صايمين وده حاجه مهمه جدا بالنسبه للانسان وزي ما قلت لك ده بيمارسه الكاهن وممكن يمارس في الكنيسة أو يمارس في البيت أو حيث يكون المريض ممكن في المستشفى لكن الحاجة الثانية اللي بنصلي بيها من أجل المرضى ما نسميه أشية المرضى وأشية كلمة ابتي معناها صلاة أو طلبة والأشية بنصلي من أجل المرضى وبنصلي فيها عبارات مهمة جدا وهي دي محور التأمل بتاعنا قدامنا كشفاء للمرضى. بنقول كده أمراض نفوسنا إشفيها والتي لأجسادنا عافية. وده ترتيب جميل خالص موجود في الصلوات ودايما نفتتح صلاة باكر في كل يوم في النهار ونقول ابونا يصلي أشية المرضى، يصلي من اجل المرضى اللي ما يقدروش ييجوا الكنيسه في هذا اليوم. خد بالك من الثلاث عبارات دول امراض نفوسنا اشفيها والتي لاجسادنا عافيها يا مدبر كل جسد تعاهدنا بخلاصه. أول عبارة وده الحاجة المدهشة إن الكنيسة تطلب من أجل الأمراض النفسية قبل الأمراض الجسدية. والنهارده الأمراض النفسية يعني واسعة الانتشار جدا في العالم. في كل حتة في كل مجتمع مجتمع مصر ومجتمع كل دولة بره. وأمراض نفوسنا إشفيها هنا النفس وأمراض النفس زي ما قلت واسعة الانتشار وهيئة الصحة العالمية بتقول التعبير الآتي ده يؤثر الاضطراب النفسي على شخص واحد من كل تمانية في العالم يعني واحد من كل تمانية عندهم تعب نفسي بصورة ما صورة خفيفة صورة متوسطة صورة إِلَى صورة تقيلة أوي إلى آخره. تنطوي الإضطرابات النفسية على اختلالات جسمية جسيمة في التفكير وضبط المشاعر والسلوك. وهذه حالات الصحة النفسية تسبب إضطراب نفسي إعاقة نفسية اجتماعية وبتؤثر على الإنسان على دراسته على سلوكه على علاقاته على عمله على مجتمعه فالكنيسه باعتبارها ام تصلي كل يوم من اول النهار امراض نفوسنا اشفيها والتي الاجساد العافيه عايز يا رب نعمتك علشان تمسح عني اي مرض نفسي سواء عندي او عند اخواتي وبنصلي من اجل الامراض النفسيه بقى في كل صورها الخوف مرض نفسي القلق مرض نفسي شيل الهم مرض نفسي وقيسوا بقى الاكتئاب الاكتئاب الخفيف والاكتئاب التقيل كل ده لا يسند فيه الانسان غير قوة ونعمة من الله عشان كده بيقول شفاء للمرضى على اختلاف انواعهم اسمع كده داود النبي بيقول ايه في مزمور 139 بيقول يا رب اختبرتني وعرفتني انت عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري من بعيد مسلكي ومربضي زريت وكل طرقي عرفت لانه ليس كلمه في لساني الا وانت يا رب عرفتها كلها يعني انت يا رب عرفني من جوه ومن بره عارف اللي في مخي وعارف اللي في قلبي وعارف اللي بفكر فيه وعارف اللي بحلم بيه وعارف التعب اللي عندي وممكن التعب ده انا ما اعرفوش لك انت عارفه فمن فضلك يا رب انظر الي واعطيني من رحمتك فايوب قصه ايوب البار ايوب ايضا كان انسان مصيب بامراض كثيره جدا جسديه يقول لنا إيه؟ وضرب ضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته تقرحات من رجليه لغاية راسه فأخذ لنفسه شقفة حتى زي حتة الفخار وليحتك بها ما كانش في أدوية بقى ولا مراهم ولا كريمات ولا حاجات دي وهو جالس في وسط الرماد يعني ياخد من الرماد ويضعك بيه على جسمه هو ده العلم اللي كان متوفر ساعتها فقالت له امرأته أنت متمسك بعد بكمالك بارك بارك الله وموت موت يعني خلاص بقى ما فيش داعي إنك تعيش ده مراته اللي بتقولي فقال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل الشر اللي هنا اللي هو المرض بيعتبره من عند الله في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه المشكلة أن الإنسان أحيان ينسى الله في أثناء مرضه وأحيان يفتكر أن الله أيضا نساه في حال المرض لكن بحط قدامك أن اللجوء إلى الطبيب النفسي أو آخذ الواحد ياخذ مشهورة الصحة النفسية حاجة مهمة لنا كلنا خالص ودي شيء مهم جدا أحيانا الإنسان يصاب بأمراض نفسية لأنه مش لاقي اللي يكلمه مرة إنسانة كانت في في وظيفة ما وبعدين طلعت على المعاش. فكنت قاعد وياها كده فلقيتها بتشكي شكوى غريبه قوي. بتقول لي ايه؟ بتقول لي نفسي تليفوني يضرب. نفسي تليفوني يضرب. هو كان قبل كده ايه؟ بيضرب على طول. لما اتحققت معاش خلاص. فتصور فده عامل لها اكتئاب. حاجه ثانيه ان بعض الناس اللي بتهاجر خارج مصر جو مصر جو حلو نشكر الله عندنا شمس وعندنا حتى لو الحراره اللي زادت في الاسابيع اللي فاتت الجو بصفه عامه حلو. فمثلا اوروبا دلوقتي مليانه فيضانات، فيضانات الانهار بيتحركوا في الشارع بالمراكب. نشكر ربنا. فمثلا الناس اللي بتهاجر وبتروح في بلاد ما فيهاش شمس بيجي لها اكتئاب. لان احنا جلدنا الجلد بتاعنا واخد انه يمص الشمس ده يقول لك انها طالعه تشمس شويه اه كلنا بنقول كده والشمس طبعا مفيده صحيا وفيتامين دي وهكذا يعني فواحد يروح يعيش في بلد هو صح حسب الفلوس اللي هياخدها ومكان الشغل اللي هيشتغله ماشي مبروك عليك لكن هتروح مش هتلاقي شمس مش هتلاقي شمس وغياب الشمس ده علينا إحنا كمصريين يؤثر فينا جدا في الحالة النفسية فانتبه لنفسك علشان كده القلب الفرحان يطيب الجسم والروح المنصحقة تجفف العظام دي في سفر الأمثال 17-22 إذن أمراض نفوسنا إشفيها فبنصلي ونقول شفاء للمرض النقطة الثانية والتي لأجسادنا عافيها عافيها اللي جامل من العافية القوة يعني عافيها يعني اعطينا يا رب عافية وصحة للإنسان اللي عنده أتعاب جسدية والأتعاب الجسدية أشكال وألوان وطبعا كل الناس بنتعرض لأتعاب حتى في ادوار برد صغيره شويه صداع شويه مغص الحاجات ده هي تتعرض عليها وربنا يحفظكم جميعا احنا أتعبت تبقى كبيره احنا تبقى تقيله احنا تقعد وقت طويل كل ده لكن بيبقى الانسان دايما عنده هذا الرجاء. اسمع كده في سفر الحكمه يقول سليمان الحكيم في اصحاح 13 فيطلب العافيه من السقيم. السقيم اللي هو المريض خالص يديله العافيه ويسال الميت الحياه ويعطي الحياه للانسان اللي قدامنا تقريبا مات ويستغيث بمن هو اعجز شيء عن الاغاثه احيانا تسمعوا من الاطباء وهم بيعالجوا المرضى يقول لك دي معجزه دي معجزه هو الطبيب بيجتهد وبيذاكر وبيحاول يعمل كل اللي عليه لكن يد الله هي اللي بتشتغل ودايما نقول لكل انسان راح يعمل عمليه نقول له ايد ربنا قبل ايد الطبيب علشان ربنا يتمم لك الشفاء. قديسين كتير شالوه صليب المرض وشالوه بفرح يمكن اقرب الى اذهاننا ابونا بشوي كامل سنه 79 وما قبلها بسنوات وازاي انه سمى مرض الاورام اللي كانت موجوده سماه مرض الفردوس. مرض الفلوس بيخلي الانسان كده منتبه للسماء على طول نسمع عن القديس صموئيل المعترف نسمع عن الام تريزا والامراض اللي حلت بيهم ونسمع عن الامراض الجسديه كتيره اللي ممكن تصيب اي انسان وبنقول يا رب نشكرك نشكرك على النعمه وعلى الصحه وعلى العافيه وعلى الستر بتاعك آه كلنا عصرنا وباء كوفيد 19 اللي أصاب العالم كله وناس رحلت من وسطنا كده لكن ربنا حفظ علينا وعشنا وعدينا فترة وباء خطيرة خالص وربنا عطى الصحة وحفظ كل إنسان والتي لأجسادنا عافيها وده يحط علينا إن إحنا لازم ناخد بالنا من الأكل لازم ناخد بالنا من الشرب لا المية لازم ناخد بالنا من الحاجات الصحية نبعد عن الحاجات اللي ما ملهاش أي فائدة مش عايز أعدد أنواع معينة من الطعام لكن بنسمع الحاجات دي كلها مش كل حاجة موجودة في السوق أو قدامنا مفيدة لأجسامنا وبالذات للأطفال الصغيرين الأطفال بيتحكوا عليهم بالحاجات الملونة الحاجة دي مش عايز أقول تسميات الحاجات الملونة وتخش أي مكان تلاقي الحاجات ملونة كده والطفل عايز ياخدها وياكلها لكن بصفة عامة هذه لها أضرار فوق الوصف وعلى المدى البعيد يعني مثلا من الحاجات الخطيرة جدا اللي بنشوفها في مجتمعنا ومعرفش إزاي بابا وماما يبقوا ساكتين عليه الواد الصغير اللي عندنا في البيت اللي لسه ما كملش ثلاث سنين بيلعب بالموبايل وياخد الموبايل ويقلد بابا وماما يحطه على دماغه على ودنه كده التليفون يطلع اشاعات التليفون بيطلع حراره الحراره دي تاثر على مخه اللي لسه عمال ينمو شويه بشويه يكبر على سن ال 17 18 يلاقي بقى عنده مرض وبعدين يقول لك ايه ده مرض مناعي مناعي يعني داخل بقى في الجينات وفي الدي ان ايه والحاجات دي ارجوكم انتبهوا للعادات الصحية المهمة مثلا من العادات الغريبة والمنتشرة عندنا ربما في جنوب الوادي عادة زواج الأقارب احنا عملنا مبادرة في الكنيسة اسمها كمل الزغروطة يتجوزوا القرايب <applause> الأولاد كلهم عندهم عهات حبيبي خد بالك يا ابني ويا بنتي خالص صدقوني مرات كتيره يجي طفل او ولد او بنت معاق مثلا بعيد عنكم ما بيسمعش ما فيش الجهاز السمعي فقابل امه او ابوه اقول له هو مراتك قريبتك يقول له اه دي بنت عمي على طول فلازم ننتبه للحاجات دي ما العلم بيكشف اسباب للمرض لازم احنا ننتبه خالص لما مصر يبقى فيها تقريبا بين 7% و10% معاقين ده رقم ضخم جدا ورقم محتاج خدمه طويله من الدوله ومن الكنيسه ومن المؤسسات والوزارات ومحتاج صرف ملايين كان ممكن تفادي عدد كبير من هذه الامراض من خلال الانسان ياخد باله والانسان ينتبه لمعايير الصحه السليمه والتي لا اجساد عافيه يبقى أمراض نفوسنا إيش فيها والتي الأجساد العافية نمرة ثلاثة والأخيرة يقول لنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصة مدبر هنا يعني بتوفر لنا مفردات الحياة تخيلوا مثلا نشكر الله على بلادنا تخيلوا مثلا ان في مليار من البشر في العالم ما عندهمش ميه الشرب نشكر ربنا عندنا ميه الشرب مليار من البشر تخيل كده ان ما يقرب مليار من البشر ربنا يحمي العالم كله بياكلوا من الزباله نشكر ربنا في بلادنا ولذلك مفردات الحياه من الطعام من الغذاء من الدواء حتى الادويه من امكانيات الطبيعه اللي موجوده عندنا يقول لك اتمشى شويه بس والحكايه دي تروح منك امشي في الشمس شويه روح قد يومين في مكان خلوي كده اه لو الانسان بيعرف السباحه بينزل في السباحه السباحه ايضا مفيده للجسم كل دي كل دي يا مدبر كل جسد يعني الله هو صاحب التدبير هو صاحب الحياه حتى اجسامنا ربنا بيدبرها وبيديها قدرة مناعية قدرة مناعية ما احنا عايشين في أوساط كثيرة فيها تلوث وحاجات زي كده لكن بيدي جسمنا هذا ال... هذا القدر أو هذه القدرة إنها ترفض وتطرد كل شيء وحش فبنقول له يا رب أنت سر فرحنا يا مدبر كل جسد أنت عهدنا بخلاصك يعني النعمة اللي أنت عطتها لنا أجسادنا دي نعمة ليه الدولة بتحارب المخدرات وحاجات الإدمان والحاجات الممثلة ده الدراجز وغيرها لأن دي فيها اعتداء على الجسد واعتداء على النفس واعتداء على الصحة العقلية بتاعت الإنسان وكل ده يؤثر على سلامة المجتمع لما أنت صحتك حلوة وانتي صحتك كويسة يبقى المجتمع كله صحته كويسة مرة قريت إحصائية إن أدوار البرد والإنفلونزا في الولايات المتحده الامريكيه بتكلفهم كل سنه خمسين مليار دولار علاجات خمسين مليار دولار عشان علاج امراض الزكام والانفلونزا الادويه والمسكنات والفيتامينات والحاجات دي ف انت يا رب بتدينا النعم الكثيره دهيت بتدبر جسدنا جسدنا بتدبر احوالنا بتدبر بتدبر الجو اللي بنعيش فيه، يعني مثلا من الاخطاء الشديده اللي بيعيشوا تحت خطوط الضغط العالي خطوط الكهرباء، لازم الواحد يبقى بعيد عنها على الاقل 25 26 متر، دي حاجه مهمه جدا تحطها في بالك. احيانا واحد يجي يشتري ارض عشان يبنيها بيت ويلاقي الارض رخيصه قوي ويشتريها ما يعرفش ان فوقيها خط. ضغط عالي وممنوع المباني عليها وحتى لو بنى بطريقة غير رسمية أو غير شرعية الكهرباء ده تبقى مؤثرة عليه وهكذا أرجوك خد بالك إحنا بنقف أمام المسيح ونقول له أنت يا رب سر فرحنا وإن إنسان أصيب بمرض أنا عندي رجاء يا رب أنك تمد إيدك وتساعدني وتساعد الدواء وتساعد المستشفى وتساعد الطبيب اللي بيدخلوا في علاج هذا الامر. وعندنا ثقه ان الله هو ضابط الكل وهو يصنع كل شيء للخير. عشان كده كل يوم نقول فلنشكر صانع الخيرات صانع الخيرات، حتى لو جه مرض ربنا يعافيكم جميعا، حتى لو جه مرض بيبقى ربنا قاصد حاجه. انك ترقد يومين ثلاثه عايز يفكرك بحاجه عايز يخليك تنتبه لشيء عايز يبعدك عن شر معين كان هيبقى في الطريق بتاعك فخلك ترقد الثلاث اربع ايام دول له قصد وكله من اجل خير الانسان من العبارات اللي بنصلي بيها في اوشيت المرضى عباره جميله وكلنا بنحبها يا رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير القلوب من الذين في العصر الأربع جمل الجمال دول رجاء من ليس له رجاء هو أنت يا رب ومعين من ليس له معين يعني أحيانا الواحد يبقى محتاج إعانة معينة بأي صورة من الصور محتاج الطبيب الشاطر محتاج الدواء الفعال محتاج مكان المستشفى كويس معين من ليس له معين عزاء صغير القلوب صغير القلوب ده نوع من أمراض النفسية الواحد كده نفسيته صغيرة في عينيه نفسيته قليلة حس كده أنه قليل قليل مع أنه إنسان والله أعطاه من روحه عزاء صغير قلوب مناء الذين في العاصف أي مرض بأتعابه وأعراضه هي عاملة زي العاصفة زي الواحد يبقى في مركب والعاصفة تهيك والموج يعلى والمية تدخل المركب ويبقى الواحد بين الحياة والموت فميناء الذين في العاصف يعني انا بلتجا لك يا رب وبمسك فيك بمسك فيك ومتاكد انك انت هتنقذني انا في قصه بكرر حكايتها باستمرار لكن بحب اذكرها لاني من اياميها انا متاثر بيها قوي كنت بزور بنت عمرها 26 27 سنه كانت نقيب تمريض في القوات المسلحه وكانت محجوزه في احد المستشفيات العسكريه وكانت اكتشفوا عندها اورام خطيره وكانت تعبانه جدا فرحت ازورها وانا بزورها لقيتها قاعده ومبتسمه ولطيفه كان اسمها مريم هي راحت السماء دلوقتي وعمال احكي وياها كده وفي الاخر بسالها بقول لها مريم عايز اعمل لك حاجه عايز اجيب لك حاجه تحبي تقري ايه انا مش عارف اعمل وياها اي حاجه فراحت وشها اللي كان مبتسم ده كشر راحت قايله لي ايه او في حاجه غيره تتقرا فانا ساعتها يعني اتخذت كده تلاقي هو ده لي سفر الرؤيا سفر الرؤيا سفر الرؤيا اخر اصفار الكتاب المقدس وهو اللي بيمهد حياتنا للسماء وهي قضت الشهر بعد شهر كانت نيحت بعد كانت تقرا باراجراف كده في سفر الرؤيا وترسمه في كراسه الرسم بالرصاص بعد ما كملت السفر رحت السماء عايز أقول لك إيه؟ أن التعاون أو التعامل مع المرضى محتاج مننا رئة معينة زور المريض دون تثقيل عليه احنا ناخد كده عشر عشان يزور واحد عيان ده أمر خطر وخطأ كبير جدا مثلا نقعد نتكلم في حكايات وموضوعات بعيدة خالص عن الموضوع ودايما لما تتكلم ما تتكلمش بقى وتجيب سيرة عيانين تانيين وناس تعبانة تانية هات خلي السيرة اللي تتكلم فيها سيرة الشفاء يا رجاء من ليس له رجاء حسن نفسية المريض اسنده بكلمات التشجيع انك تعاون المريض في تعبه وانك تكون قريب منه ما هو مريض وده محتاج منك كل معونه مهما تكون ولازم نفسيه ربنا يحفظكم المرض بيخلي نفسيه الانسان حساسه يعني في مريض يحتاج واحد بس اللي يخدمه وفي مريض تاني محتاج خمسه سته يخدموه لازم تراعي نفسيته في مريض يزداد اضطرابه وتعبه لما يشوف ناس كتير حواليه وفي مريض بيلاقي ان ده كويس فلازم نبقى يعني عندنا الحساسيه للمريض ورد فعله ايه طبعا من اجل المرض صلي باستمرار والصلاه تقتدر كثيرا في فعله صلي من اجل الانسان المريض في صلواتك الخاصة وصلواتك الدايمة وفي الصلوات اللي بنحطها على المسبح كمان أعطي روح الرجاء والأمل باستمرار أنتوا عارفين لما الطبيب مثلا يكتشف عند الإنسان عنده خمس أمراض خمس أتعاب لو كان الطبيب مش واخد باله يقول له الحقيقة أنت حالتك ما منها أنت عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا, وعندك كذا. المريض يسمع الحاجات دي وايه مش كده برضو وفي طبيب تاني يقول له هو في شويه حاجات ملخبطه لكن هنبتدي بعلاج الحاجه الفلانيه حاجه يوم يعطي روح الامل روح الرجاء في المريض للمريض احنا بنصلي وبنقول يا ربي يسوع المسيح اشفيني يا ربي يسوع المسيح عافيني يا ربي يسوع المسيح خلصني دي سلبات ممكن يصليها الإنسان المريض وهو في سريره ويبقى عالم إن ربنا بيدي نعم كتيره، نشكر ربنا إن احنا في زمن فيه الأدويه وفيه الجراحات، في العمليات، في المستشفيات، وفيه تشخيص الأمراض، كل الأجهزه بتاعة التشخيص دي ما كانتش موجوده زمان. أدينا سمعنا أيوب يمسك الرماد ويحكه في جلده، ده أقصى ما عنده. فبنشكر ربنا ودايما نصلي من اجل من اجل الطبيب ومن اجل الممرض ومن اجل المستشفى ومن اجل هذا العمل اللي ممكن يسند الانسان ويحافظ عليه، بنصلي باستمرار في هذه الطلبه شفاء للمرضى، بنصلي من اجل كل انسان مريض في اي حته في الدنيا. ومن الحاجات الجميله إن كتير في المستشفيات يعملوا أوضة صغيرة كده يقول لك دي أوضة صلاة. ويصلي فيها المسيحي أو المسلم أو اليهودي أو الدرزي أي حاجة بس دي أوضة صلاة، كل واحد صلي براحتك. فالصلاة مواكبة ومتوازنة مع علاج المرض. ربنا يديكم الصحة ويحفظكم وأنا سعيد جدا بزيارة هذه الكنيسة، كل سنة وأنتم طيبين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين بخرسوس بن نوتي أمين أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن ماشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خذنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسجد لأن لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد شركة وهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم أمت بسلام سلام الرب يكون ومع أعطينا. روحك أيضا كل مرة وأنتم طيبين تعيش يا سيدنا نورتين وبركة